كبير هذه الأيام هو الحراك الدبلوماسي، وده حينقلني لأخبار وزارة الخارجية، حيث عبر سامح شكري وزير الخارجية عن شكره للجانب التركي لحفاوة الاستقبال في أنقرة. وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أغلو في أنقرة أمس الاثنين إنه جاء إلى تركيا وهو يحمل رسالة تضامن ومؤازرة ومواساة للشعب التركي وللحكومة بسبب الكارثة التي تألم لها الجميع، في إشارة إلى زلزال 6 فبراير. وأضاف أن مصر تعمل بكل ما أوتيت من جهود لدعم الشعب التركي لتجاوز المحنة، وذكر أن المساعدات التي قدمتها مصر أقل ما يمكن فعله في إطار تأكيد الحرص على رفع المعاناة عن المصابين وتوفير ما بالإمكان توفيره من أجل مواجهة هذه الكارثة. من جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن مصر بلد مهم جدا بالنسبة للعالم العربي وفلسطين والمنطقة والعالم بأسره، مشددا سنعمل على نقل العلاقات مع مصر إلى مستويات أعلى. احنا كنا بنتكلم ان مصر تجاوزت الخلافات مع قطر، ومصر ايضا تجاوزت الخلافات او بتتجاوز الخلافات مع تركيا. وقبلها وقبل تركيا كانت هناك زيارة لمعالي وزير الخارجية سامح شكري الى سوريا، وشفنا كلنا المؤتمر الصحفي في سوريا ولقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد. هذا الحراك الدبلوماسي السياسي المصري، القيادة المصرية، يعني كل أجهزة الدولة الآن بتتوجه إلى دول، خليني أقول مش عايزة أقول دول العالم، دول المحيط، دول المحيط، بنتجاوز خلافات كانت موجودة في فترة. كل هذا الحراك من أجل ماذا؟ وفي التوقيت ده كل هذا الحراك يؤكد أن مصر استعادت دورها على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. مصر تجاوزت خلافات كثيرة جدا مع دول وتكتلات حصلت هذه الخلافات بعد، قلنا زي ما قلنا ثورة 30 يونيو، تجاوزت خلافاتها مع الاتحاد الأفريقي وبعض الدول الأفريقية، تجاوزت خلافاتها مع قطر، تجاوزت خلافات مع أمريكا نفسها واستعادت دورها. الخلافات مع تركيا في ما زالت في المراحل، مرحلة التصالح أو تطبيع العلاقات مع تركيا، يعني يؤسفني أن أقول أن هي لسه بدري عليها شوية. ما حصل حصل نتيجة أن مصر دولة تتعامل بأخلاقية فيما يخص الدبلوماسية والسياسة الدولية. مصر دولة لا تعرف المكائد، لا تعرف المؤامرات، لا تعرف الدسائس، رغم أن ده فعل فيها، رغم ان ده تم من جانب تركيا، لكن مصر لم تستقبل، صحيح، لم ترد بالمثل، لم تستضيف مثلا حزب العمال الكردستاني في مصر كما استضافت تركيا جماعه الاخوان المسلمين، لم ترسل قوات مثلا لشمال سوريا لمضايقه تركيا كما ارسلت تركيا قوات الى ليبيا لمضايقه مصر، وهكذا. مصر زي ما قلنا مبدأها هو الأخلاق في السياسة، ومن هذا المنطلق جاءت الزيارة أو المساعدات اللي تم إرسالها إلى تركيا على ديرة حسن نوايا. هي أطلقت عليها الزيارة الإنسانية، صحيح، يعني هي سواء في سوريا أو في تركيا هي كانت زيارة إنسانية بالدرجة الأولى، بس دايما من المحن بتكون في منع، صحيح، فممكن المحنة اللي بتمر بيها البلاد ممكن تكون منحة لإعادة الوئام مرة أخرى ما بين الشعوب إن شاء الله. دكتور صبري عبد الحفيظ مساعد رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، أنا بشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا لك يا فندم، وأنا تشرفت بيكم النهاردة. أهلا بيك يا فندم.